طب دلوقتي محتاج ان انا اتشيك لو الاجابه بتاعتي او الكوتشن بتاعي هاز بين انسرد ولا لا. فكده انا بتشيك يعني هراجع حاجه يا اما ترو يا اما فولس، يبقى الميثود بتاعتي هترجع لي حاجه فول. تمام، سميها باي اسم، سميها مثلا تشيك از كوتشن انسرد، تمام اي حاجه. تمام حلو. الفكره ان انا لازم اخد اي دي بتاع كل سؤال، فكده انا هعلم عن متغير في البارامترات من نوع انتوا هسميه مثلا كوتشن اي دي. تمام، ببدا اي حاجه اي اسم، اطلع بره وابدا ان انا اعمل ريتيرن. انا هعمل ريتيرن لحاجه بول، مين اللي هيقدر يساعدني؟ الاندرسكور كويتشن از انسرد اللي هو المابا. تمام، فيها حاجه اسمها انترس. حلو قوي. قبل كده استخدمنا حاجه اسمها وير، هنا بقى هستخدم فيرست وير. استخدم ايه؟ فيرست وير. طيب تمام، قال لك انا معايا اليمنت، ممكن انا استخدم الاليمنت ده واقول لو انت بتساوي، لو انت بتيكوال معايا الكويتشن اي دي. تمام، اطلع بره وقول لي ايه، وقول لي دوت فاليو، بس حط لي سيمي كولون. كده احنا خلصنا من دي. طب مبدئيا هي مش هتبقى اليمنت بس، المفروض ان انت تقول لي اليمنت دوت كي، والخط الاخضر ده هو اللي ايه اللي وصلنا ليها. تمام، تعالى بقى نشتغل على النكست كوتش. اول حاجه انا هتنقل من خلال ايه، محتاج ان انا اعمل شرط ان انا مش هتنقل دايما. تمام، هقول له هنا لو التايمر بتاعي مثلا التايمر بتاعي لو ازنت ايكوال تو نال. تمام، وممكن انا اديله لوجيكال اور مش لوجيكال اند، اللي هو خد اي واحده من الاثنين واديني ترو. تمام، لو التايمر بتاعي، لو التايمر اللي هو ده دوت ايه از اكتف. تمام، بما ان بشتغل نال سيفتي احتاج ان انا احط النال تشيك، فبحط هنا علامه التعجب. حلو قوي. لو ده اللي حصل، لو ده اللي حصل يعني، تمام، محتاج ان انا استوب التايمر. تمام، احنا ده على الميثود اللي هي بتاعت ستوب، ايه اللي هي بتاعت ستوب تايم. تمام، ممكن انا اطلع بره وابدا ان انا اتشيك على حاجه ثانيه، الحاجه ديت برضو ايه هتفيدني قوي. طب محتاج ان انا اتشيك على ايه؟ محتاج ان انا اقول له ان البيج كنترولر دوت بيج لو هي بت ايكوال طول الليسته سالب واحد زي اللي ظهر قدامك في الشاشه، المفروض ان هو ينقلني. طب لو انا مش سالب واحد مش هيقدر ان هو ينقلني. فلو انا قلت له هنا ان البيج كنترولر تمام دوت بيج لو هي بت ايكوال طول الليسته اللي هي الكوتشن ليست دوت ايه دوت لينث سالب سالب واحد، ابدا ان انا ايه اعمل هنا كومنت، والكومنت ده هيبقى تو دو عشان ايه اكون عارف انا بعمل ايه هنا. اقول نافيجيشن انت تنقلني لمين؟ للريزلت سكرين. تمام، انا المفروض هنا اتنقل للريزلت سكرين. طب حلو، بعد كده تعالى يا باشا قول لي ايلس لو ما كانش ده حصل ايه اللي ممكن يحصل. والله اول حاجه محتاج ان انا اخلي الاس بريست بدل ما هي كانت بترو، لا انا هعكسها اخليها فولس زي ما كانت اول مره. طيب بعد كده محتاج ان انا اقول ان البيج كنترولر تمام دوت ايه دوت نيكست بيج، ماشي، هديها هنا مثلا عايز منها ديوريشن، هقول له هنا كونست وادي له ديوريشن ديوريشن. تمام، ممكن انا ادي له مثلا ملي سكند، يبقى عباره عن كام مثلا؟ نفس الرقم برده 500. طيب محتاج فكره التنقل او الكيرف اللي هيحصل، كيرف تقيس حرف الاس وقول دوت لينير بس. تمام ماشي، حط لي هنا سيمي كول. هل انا كده انتهيت؟ انت لسه ما انتهتش، محتاج ان انت تعمل لي هنا ستارت للتايم، وكل ده لسه جوه الاكواس بتاعت ايه؟ بتاعت ايلس ستارت تايمر. وطبعا ديت ميثود برضو انا لسه هكريت، فانا باجي عليها كده الت انتر كريت للميثود دي. طيب حلو، ممكن بقى ان انا اجي هنا وقبل ما اعمل ابديت ممكن ان انا اقول عارف انت النمبر اوف الكوتشن. تمام، انا هخليه ايكوال معاك البيج كنترولر، البيج كنترولر بلس 2، ولو انا ما كنتش عملت 2 هيظهر الايرور اللي ظهر قدامك ده 0 1، وبعد كده يجيب لك تاني. لا، فانا بحطها بلس 2 عشان اقدر ان انا ايه احل الايرور ده، بحط هنا النال تشيك. تمام، طيب برضو محتاج ان انا اقول له هنا دوت بيج. حلو كده، انا خلصت من الميثود ديت، محتاج بس ان انا اعمل ابديت في الاخر، فهاجي هنا واقول له ايه، اتفضل يا باشا اعمل لي ابديت.